أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية من الآن. اليوم هو 26 من أكتوبر، لكن دعونا نعود إلى عام 1954، حيث حاولت الأيادي الآثمة للجماعة الإرهابية اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أثناء إلقائه لخطاب تاريخي للمصريين في ميدان المنشية بالإسكندرية. الحادث نفذه عضو الجهاز السري للإخوان محمود عبد اللطيف، والذي أطلق 8 رصاصات صوب عبد الناصر. فمحاولة الجماعة الإرهابية لاغتيال الراحل جمال عبد الناصر يؤكد أن تاريخ الدم والعنف متأصل في هذه الجماعة الإرهابية، ويثبت أن ما تمارسه الجماعة من إرهاب الآن ليس بجديد عليها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور. تاريخ الدم والعنف لدى هذه الجماعة الإرهابية ليس بالجديد، بل له تاريخ طويل. نعم طبعا، يعني تاريخ طويل. هم منذ بدأوا وأساسوا ما يعرف بالتنظيم الخاص، وحتى اختاروا له زي الكاكي، والكاكي ده رمز للجيش عشان يتم تدريبهم على السلاح. وكانوا طبعا بيقوموا بحركات كثيرة، محاولات اغتيال مصطفى النحاس مثلا مكان رئيس وزراء، دي حاجات قبل 52 يعني. لكن اللي حصل من بعد 52 ان هو جمال عبد الناصر كان على علاقة بهم، وحتى بالحركة الشيوعية وبحركة مصر الفتاة اللي أخذت بعد كده اسم الحزب الاشتراكي، لكي يتعرف على هذه التنظيمات، لأنه عنده مشروع بيحاول يعرف الناس اللي موجودين على الساحة. بس هو كان بيعمل حساب أكتر للإخوان المسلمين عشان وجودهم في الشارع. طبعا العامل الديني بيبقى له تأثير على جماهير الناس، بعكس الحركة الشيوعية التي تحتاج إلى ثقافة معينة لفهم أفكارها. ومصر الفتاة كانت حزب متحول، يعني تحول مثلا من مصر الفتاة في عند تأسيسه سنة 40 يبقى اسمه الحزب الوطني الإسلامي، ويخلي شعاره الله الملك الوطن. فتجمعات متذبذبة، لكن الإخوان كان ليهم وجود في الشارع نظرا للعمل الديني. فجمال عبد الناصر اهتم بهذه الجماعة واقترب منهم كثيرا، وقال لهم ليلة الثورة ان احنا تنظيم داخل الجيش وهنقوم بالاقتلاع على الحكم. وطلب منهم حراسة المنشآت الحيوية في مصر خشية ان يقوم الانجليز ويخرجوا بفرق العسكرية للقضاء على هذه الحركة. وتم هذا فعلا، لان كان عبد الناصر ايضا بيدرب جماعات الاخوان ديت على اطلاق الرصاص في وقت الاجازات من نعم. طب دكتور عاصم، لماذا انقلبوا؟ ايوه، ما هي دي بقى الفكره بقى. هنا بقى ايه، بدات الازمه امتى بقى؟ يوم ما قالت اول الثوره الاسد علي ماهر، وبدا الاختلاف بين علي ماهر وبين القوات الاحرار، لان علي ماهر كان رافض اصدار قانون الاصلاح الزراعي. لانه طبعا رجل يعني في الاخر كان رئيس ديوان الملك ورئيس وزاره سابق ومن طبقه البشوات، رافض اصدار قانون الاصلاح الزراعي. فطلبوا اعفائه من الوزاره، وده كان الكلام يوم 7 سبتمبر 1952. نعم. فهنا هيشكلوا بقى وزاره جديده، وقرر مجلس قياده الثوره ان يراس الوزاره محمد نجيب. نعم. فبدا عبد الناصر ايضا اتصل بالاخوان، لانه عينه على الاخوان لسه، قال لهم احنا بنشكل وزاره جديده، وبعثوا لي مثلا اسمين ثلاثه اربعه نختار منهم وزير. بعتوا اسماء، هو بقى عارفهم عبد الناصر وعارف خطورتهم، زي منير الدله، واحد اسمه صالح ابو رأي، واحد اسمه احمد حسني. فراح عبد الناصر نحى هذه الاسماء جانبا واختار الشيخ احمد حسن البقوري. وهو البقوري نفسه عضو في مكتب الارشاد
وعضو جماعة الإخوان. نعم. بس هو كشيخ أزهري عنده الوسطية ديت والاعتدال إلى حد ما. فهنا لما عرف الحضيري حسن الحضيري اللي هو المرشد العام للإخوان إن الباقوري هيبقى وزير، طلب من الباقوري أن يعتذر عن المنصب، فرفض الباقوري الاعتذار، فتم فصل الباقوري من مكتب الإرشاد ومن الجماعة. نعم. المهم تشكلت الوزارة فكرة السمع والطاعة من الإصلاح الزراعي. نعم. لكن بدأت هنا إيه الأزمة بقى. جه الهضيبي قابل جمال عبد الناصر بعد تشكيل الوزارة. نعم. قال له إحنا مش عاوزين لا وزارة ولا أي حاجة، إنما أنا بطلب منك حاجة، أي قرار ناوي تصدره ابعتهن الأول مكتب الإرشاد لدراسته. عبد الناصر رد ببساطة وقال له لا، دي تبقى وصاية. نعم. وإحنا قمنا من غير وصاية، إحنا قمنا تنظيم داخل الجيش من غير وصاية خارجية، وده غير مقبول. فراح رد عليه الهضيبي قال له طيب أنا طالب منك طلب تاني، عايزك تصدر قرار بتعميم الحجاب على المرأة المصرية. قالوا أنا أعمم الحجاب على المرأة المصرية؟ دي مسؤولية رب الأسرة. ثم ما تنساش إن في مصر في ناس طبعا يقصد المسيحيين ما يقبلوش الفكرة دي. نعم. وراح بقى فاجئه بخبر تاني قال له بنتك كان يريد أن يفرض الحجاب على المسلمة والمسيحية. فما بقوله على المرأة المصرية. مش قاله على المرأة المسلمة. نعم. قاله على المرأة المصرية. قال له بنتك طالبة في كلية الطب ومش لابسة طرحة على دماغها. يبقى طب ابدأ بنفسك. بدأت هنا بقى سحب الأزمة تتجمع من سبتمبر 52. نعم. وبدأ التوتر بقى. بدأ حصل إيه بقى؟ لما سنة 54 في يناير احتفل طلاب جامعة القاهرة بحاجة اسمها يوم الشهيد. تعتل الكثير في أثناء الثورة العربية. نعم. والاحتلال البريطاني وكلام منه. والطلبه بقى بتوع جامعه القاهره وقتها منهم شيوعيين ومنهم اخوان ومنهم حزب وفد، وطبعا كانت الاحزاب اتلغت وخرجوا من الجامعه، راحوا قصر عابدين. الكلام ده كان في 12 يناير سنه 54، ويهتفوا بقى ايه ضد الثوره ومش عارفين الحاجات دي كلها. وراحوا القصر عابدين ودخلوا ساحه قصر عابدين، كان وقتها مقر الحكم في عابدين، محمد نجيب موجود وعبد الناصر موجود. فخرج محمد نجيب على الشرفه من القصر ومعاه جمال عبد الناصر، والحشود مليانه في قصر عابدين. شوف هنا الاشاره بقى. نعم. محمد نجيب بيبص للمتظاهرين، لقى عبد القادر عوده اللي هو زعيم اخواني، فشاور له عشان يطلع. يعني كون انه يشاور لعبد القادر عوده من وسط المئات الموجوده معناه انه عارفه. نعم. يعني على صله بالاخوان. فطلع عبد القادر عوده ووقف بينه وبين جمال عبد الناصر. وبعدين هنا حتى الصحافه في وقتها لما صورت المنظر صورت عبد الناصر بيبص بعينه اليمين تجاه عوده ونجيب بنوع كده من الغل، يعني ايه اللي جايبه حطه في وسطنا ده. نعم. ونجيب همس في اذن عبد القادر عوده ما حدش عارف قال له ايه. المهم عوده شاور المتظاهرين ان هم ينصرفوا فانصرفوا. نعم. المهم ان ثاني يوم كان يوم 13 بقى يناير 54 سافر محمد نجيب ومعاه خالد محيي الدين. راحوا السودان عشان يعملوا جمعيه تاسيسيه لوضع دستور للسودان في حاله انفصاله عن مصر. عبد الناصر انتهز الفرصة باعتباره وزير الداخلية في يوم 14 يناير وأصدر قرار بحل. نعم. الجماعة واعتقال. نعم. كل اللي كانوا موجودين. وعموما دكتور عاصم يعني ما نخلص منه من هذا التاريخ أن كل من يخالفهم الرأي بأي شكل من الأشكال أو يكون لديه تعليق على رأي من آرائهم إذن تكون النتيجة هو الدم والعنف من قبل هذه الجماعة الإرهابية. شكرا دكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث جامعة حلوان.